السلام على من غسله دم والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقناة الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسم السليم، السلام على الثغر المقروع بالقبر، السلام على الدماء السائلة، السلام على الشفاء الذابلة، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأنا خات برحلة عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله بآخر العهد مني لزيارتكم يا كريم. السلام على الحسين. استحضر استحضر اليوم ويا الإمام الحجة ويا الإمام نزور بزيارة الإمام الحجة. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحلة عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا غريب يا مظلوم كربلاء. قم جدد الحزن في العشرين من صفر ففيه ردت رؤوس الآل للحفر ولهفتها لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن الحفر رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائج ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطف منها الخدود ودمع العين كالمطر و
وتلك تصرخ واجداه وابت وتلك تصرخ واجداه وابتاه وتلك تصرخ ويتمى في الصغر فلو ترى أم كلثوم مناشدة والهاوة الثيم ترب القاع يا أبرك العطر. اسمح اش قالت من قعدة عند قبر الحسين يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ بالله بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تمسح الدم عن أطراف لحيته خلوا عليه خضاب الشيب والكبر لا تدفنوا الرأس. يعني اليوم جايين لدفن الرؤوس 40 يوم زينب حامل رأس الحسين لا تدفنوا الرأس إلا عند صار فإنه جنة الفردوس والزهر لا رشوا على قبره ما صاحبه معطشا بل للو أحشى بالقطر لا تدفنوا الطيف إلا عند فإنه لا يطيق اليوم في الصغر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا إن فرسه حتى اليد إن بري صاحت خو وعلى قبرك قعدنا والله قعدنا ناديناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا والله ردنا يا ابو علي لديار جدنا تقل اريد نشتك ما شربت يا دفا اي بخيت قلب لادي فمت حسين عطشان يوم دفن تهجان رشيت البنية عطشان خيل شرب قطرة تميه بالله يا حفارين القبر ردوا علي وحسينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله الخير بعبد قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. أشرنا فيما سبق من خلال هذا النص الشريف إلى الدوافع التي تدفع بالإنسان إلى أن يكون محباً للحسين. ولماذا هذا العشق؟ ولماذا هذا التعلق بسيد الشهداء؟ ولماذا هذا البذل الذي كان ولا يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أجل الحسين عليه السلام؟ فقلنا بأن الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما من أحد لديه ارتباط برسول الله إلا وارتبط بالحسين. وكذلك ما من أحد يكون محبا للخير إلا وكان محبا للحسين. وما من أحد كان محبا وباحثا عن السعادة الحقيقية إلا وكان محبا للحسين. فيظهر هذا الإنسان هذه العلاقة وهذه المحبة من خلال تشرفه بزيارة الحسين. في المقابل عليه السلام يقول: وهناك من يعيش البغض لأبي عبد الله، وهذا البغض يتمثل في عدة أمور، مع أن هذا البغض ليس بجاهل بمقام الحسين وليس جاهل بمكانة ومنزلة الحسين، بالعكس، بل هو على معرفة تامة بشخصية الحسين وبعظمة الحسين. وهذا أشار إليه سيد الشهداء نفس الحسين تحدث عنه. لاحظ كلمات الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، أشار من خلالها إلى هذا المعنى حينما وقف أمام أولئك القوم يخطب فيهم ويقول: الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ثناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، فلا تغرنكم فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. ثم يقول: وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد، أنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم عدلتم وذريته. رسول الله وهؤلاء امتداد لرسول الله، ثم عدوتم على أهل بيته وذريته تريدون قتلهم، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. فهنا الإمام عليه السلام يقول بأن هؤلاء فعلا يعرفون من نحن ومن نكون،
إنما هؤلاء يتنكرون لنا ولمكانتنا ولقربنا من رسول الله وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يريدون منا شيء. ما كان هؤلاء فعلا ليقفوا هذا الموقف إلا من أجل شيء. ما هو ذلك الشيء؟ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الذلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك. الله عز وجل يريد للإنسان أن يكون عزيز، أن يعيش دائما العزة، يأبى الله لنا ذلك. حجور طابت وطهرت على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وبالنتيجة أبا عبد الله ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. هذا الأمر الذي أشار إليه الحسين عليه السلام جاء الإمام الصادق عليه السلام ليركز عليه، خصوصا في زيارة يوم الأربعين، لما يقول الإمام عليه السلام قذف في قلبه حب الحسين. عاش الإنسان العارف بالحسين الحب والعشق للحسين عليه السلام، وتمثل ذلك الحب وتمثلت تلك العلاقة من خلال زيارة سيد الشهداء. وهناك من عاش البغض للحسين ولكل ما جاء به الحسين عليه السلام. وإذا بالإمام عليه السلام في زيارة هذا اليوم، زيارة يوم الأربعين، لما تقف عند بعض فقراتها تلحظ الأمر الذي أشار إليه الحسين عليه السلام في خطابه، وتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام في كلماته، يقول أكو هناك أناس فعلاً وإذا هم عبيد الدنيا. لاحظ يقول الإمام الحسين في بعض كلماته على أن هؤلاء فعلا وما يعرفوا الحسين وما عندهم معرفة بسيد الشهداء عليه السلام، لكن إنما هؤلاء عبيد للدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يدرونه ما درت. دل ما يهمهم الإسلام، دل ما يهمهم الدين، إنما هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الشخصية. ولهذا يمر علينا في زيارة الإمام اللهم إني، زيارة يوم الأربعين هالشكل، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النص وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا. اللي فعلا الحسين يتحدث عنهم الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يدرونه ما درت معايشه. فإذا محسوا بالبلاء يوم اللي فعلا يمر الإنسان بهالمرحلة، مرحلة الابتلاء، يعرف الآن لاحظ يجي لزيارة الحسين أكو تهديد، يجي لزيارة الحسين أكو وعيد، لكن يصر على زيارة الحسين في النتيجة هناك السعادة. فهنا يقول الإمام فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك
ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسقطك وأسقط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دم واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. هؤلاء فعلا إلى وين وصل الحال بهم من بغضهم وحقدهم على سيد الشهداء الحسين عليه السلام وبغض كل من له صلة وارتباط بسيد الشهداء. وإلا قتل الحسين بعد يطاف برأس الحسين من بلد إلى بلد، يطاف ببنات رسول الله من بلد إلى بلد. ولهذا إجا الإمام زين العابدين عليه السلام يبين هذا الأمر، يقول يمكن هناك فعلا من يعيش حالة من التضليل الإعلامي. لهذا يوم اللي كان في مجلس عدو الله يزيد بن معاوية وقد صعد الخطيب على المنبر لينال من علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، فالتفت إليه الإمام: أيها الخطيب، لقد اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فلتتبوأ مقعدك من النار. ثم قال يزيد: تأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأتكلم بكلام لله فيه رضا وللناس فيه صلاح؟ لم يقبل. قال لأحدهم: ليش ما تخليه؟ لو صعد شو رايح يسوي؟ ما رايح يأذن. قال: ما تعرف من هذا؟ إنه من أهل بيت زق العلم زقا، فإذا صعد الأعواد فلا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال له: خلنا نشوف شو رايح يقول. صعد الإمام الأعواد وأول ما بدأ: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. هذا خطاب الإمام في الكوفة، خطاب في مجلس يزيد تغير. يقول يمكن هناك في الكوفة من كانت لديه معرفة، يمكن نقول الشام والإعلام المضلل ماذا فعل بالناس، لكن خلني أنا أبدأ. ولهذا يعبر عن هذه البداية ببراعة الاستهلال، شلون يأخذ بمجامع القلوب؟ أيها الناس، أنا رايح أقول لكم كلام فلتسمعوا لهذا الكلام. أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين ولهذا المؤمن ما يمكن يتنازل عن الحسين، ما يمكن مهما كلف الأمر أن يتنازل عن الحسين وعن حبه للحسين وارتباطه بالحسين عليه السلام. فضلنا بسبع، وأولها: فمنا النبي المختار. ترى احنا أولاد رسول الله، ترى احنا جدنا رسول الله. لهذا هالرأس اللي رفعه على رأس الرمح ترى رأس رسول الله، هالجسد اللي خلوه على الأرض ترى جسد رسول الله. ولهذا اسمع واحد شي يقول، يقول: لأرأسك أم رأس النبي على القناة؟ أي رأس رفع على رأس الرمح؟ أرأسك أم رأس النبي على القناة؟ بآية أهل الكهف راح يردد: وصدرك أم مستودع العلم والحجة لتحطيمه جيش من الجهل يعبد
وشاطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مبدد فأي شهيد داست الخيل صدر فأي شهيد داست الخيل فأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من نوره تتجمد فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابل أحمد لثارت على فرسانها وتمردت كما ثاروا عليه وتمردوا خلوا جسد الحسين على وجه الأرض وراس الحسين على راس الربع وجئنا النساء ليودعنا الحسين الوداع الأخير يصور أحدهم سكينة اللي فارقت أبوها وهو على وجه الأرض شلون فارقت الحسين وهو على وجه الأرض جثة بلا راس وإذا بها تسمع من منحره الشريف بني إذا وصلت المدينة أبلغي شيعتي عني السلام وقولي لهم بأن أبي مات عطشان بأن أبي مات عطشانا فابكوا عليه بأن أبي مات ظمآنا فاندبوه اسمع اسمع ايش قال لها بنتي اسكن بلغي واجب تحيا بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلاما آتي قولي لشيعتنا نوحوا على المذب في بارد الماء يذكروني في عطش ذكرهم قاسات البلاء في كربلاء قولي لشيعتنا نوحوا على المذب بعدك وعندك أمور أخرى سيدي تريد تذكرها قالت خبريهم بالرجس يوم على صيد ما تذكر هالمصائب إلا يوم عاشوراء وتتجدد المأساة في هذا اليوم كيوم عاشوراء لا تخبريهم بالرجس يوم على صيد سوى أبو علي داس بن عالة ومكني البتار في نحري قولي لشيعتنا نوحوا على لا تخبريهم بالأعوجية اش سوت داست على صدري يا بنتي ورضت عضا قولي لشيعتنا نوحوا على المذب وفعلا خرجنا بنات رسول الله من كربلاء إلى أن رجعنا إلى كربلاء في مثل هذا اليوم بعد مصائب وآلام حلت على بنات رسول الله خصوصا في أرض الشام
أمر يزيد أن يسيروا بنات رسول الله إلى أرض المدينة، وفي طريقهم إلى أرض المدينة مروا بطريق يأخذهم إلى كربلاء، فانتفت الدليل إلى أبي محمد قائلا له: سيدي هذا طريق إلى كربلاء والآخر إلى المدينة. فإذا بالإمام حينما سمع بكربلاء قال: عم زينب أين تريدين؟ حينما سمعت بذكر كربلاء قالت: ولدي قولوا للدليل يمر بنا على كربلاء. وكان قد سبقهم جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: عطية عوفي جئنا إلى زيارة الحسين في يوم 20 من شهر صفر، دنا جابر من الفرات فاغتسل وأتزر بإزار وارتدى بآخر، وأخرج صرة سعد فنثرها علي، ثم قال: يا عطية خذ بيدي وقصر خطاك، فإن لك بكل خطوة تخطوها حسنة تمحى عنك سيئة ترفع لك درجة. فإذا وصلنا إلى القبر فألمسني. وفعلا يوم اللي توصل إلى قبر الحسين الله يرحم المقدس الشيخ فرج العمران ماذا يقول؟ يقول: سر حثيثا يا راكبا شد قمية، زر حسينا في كربلاء العلية، فإذا نار طور لمعت فاخلع والبس والبس قميص الحزن وانثر دموعك الدموية، واغتسل في الفرات والبس قميص الحزن وانثر دموعك الدموية، وامش هونا وقصر فخطوة كانت بحجة نبوية. فإذا جئت للضريح فسلم ثم زره بالزيارة الوارثية، قل حبيبي حسين. اليوم الصيحات مرتفعة في كل أصقاع المعمورة منذ ذلك اليوم من هذا المكان ومن عند قبر الحسين، قل حبيبي حسين. يا مهجة الهادي والبتول الزكية أنا أدعوك لا تجيب، وأنا بعد رفع الكريم فوق السمهرية، أنا أدعوك لا تجيب، وأنا بعد رض الصدور بالأعوجية. يقول: فأخذت بيده إلى قبر الحسين وكان لا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا وذكر الله، وصلى على رسول الله وكان يحدثني عن آل محمد إلى أن صرنا بالقرب من القبر، قال: يا عطية إني لأشم ريح حبيبي الحسين. قال: بلى ها نحن بالقرب من القبر. يقول: فوضع يده على القبر أن تزفر زفرا شهق شهقا كادت روحه أن تفارق جسده، ثم نادى: يا حسين ثلاثة. احنا بعد وياه صيحات مرتفعة عند قبر الحسين مع زينب وأخوات زينب
والإمام الصادق يدعو لكم في هذا اليوم ويقول: اللهم وارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، وكنا صرخة واحدة مع جابر حسين يا حسين، وحسينا وإمامه وشهيده. أغشي على جابر جئنا إليه بالماء، أفاق وهو يقول: حبيب لا يجيب حبيب، أنا ما متعود منك هالجفا أبو علي، سيدي يا ابن رسول الله، حبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين بدنك ورأسك، أشهد أنك ابن سيد المرسلين وابن إمام المتقين، وأشهد أنك قد ربيت في حجور المتقين ورضعت بالإيمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين ليست بطيبة لفراقك ولا شاك في حياتك، وأشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، وأشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم فيه. فالتفت الغلام مولاي سيدي جابر: وكيف قد شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا؟ قال: سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين. بينما جابر يسلم، وإذا بغبرة قد ارتفعت من ناحية الشام، فإذا بالغلام ينادي: يا جابر أرى غبرة قد ارتفعت من ناحية الشام. قال: اذهب واكشف الخبر إن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله، وإن كان من حزب يزيد ارجع لنا لعلنا نلجأ إلى ملجأ. مضى الغلام والغبرة تعلو وتنكشف، فما انكشفت إلا عن نسوة صوار نوائح. وزينب تناديه: يا نازلين بكربلا هل عين عبرون بقتلانا، وما أعلم ما حال جثة ميت في أرض، بقي ثلاثا لا يزار مقامها، لله هل وريتموها في الثرى، وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ احنا ما ادري عندك جواب الى زينب يا زائر الحسين، احنا كنا ولسان الحال لا غسلوا ولا لفوه في كف يوم الطفوف، ولا مدوا علي عار تجول عليه الخيل عار،
حسينا وإماما. رجع الغلام وهو يحث التراب على وجهه قائلا: قم يا جابر، هذا زين العابدين جاء مع عماته وأخواته. قام جابر تار يمشي تار يكبو إلى أن وصل إلى الإمام، ضم الإمام إلى صدره: ولدي أين العشيرة؟ ولدي أين الحسين؟ قال: عم لا تسأل، قتلوا رجالنا، عم لا تسأل، سفكوا دماءنا، عم لا تسأل، ذبحوا أطفالنا، عم لا تسأل. صعد شمر على صدر الحسين. أيوة حسينا وإماما، قلت انحاض يا جابر وصله سجاد مكسور، جسمه نحيل ومدمع بالخد منثور. العجل قوم استقبلوا شيخ العشيرة، ويا اليتامى جايب الذل والكسير. من بيت ابو طالب ترى ما ظل غيره، قام بعجل جابر قلبه بنار مسعود. شلون حالته؟ يلطم على الهامه بيدنا وينادي: وينك يا شبل حسين يا محجة الهام؟ مولاي خبرني شجرة في ايام عاشور. يقول له: عم يا جابر ما ادري افصل لك المصاب، لو اوجد لك ما جرى. امسك بيده صار يجول معه بين القبور. يقول: لو شفت جسم اللي على مسنات ما تروح. شعدد لك من المصائب عم يا جابر. يقول: لو شفيت والله يا جابر، لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راسه ونايم بجانب المسجد، لو شفيت شبه المصطفى اللي مدللينا، ولو شفيت شبه المصطفى اللي مدللينا، جابها ابو يا حسين جسمه مقطع. لو شفت شبه المصطفى اللي مدللينا، جابها ابو يا حسين جسمه مقطعين. جاسم يا جابر ذوب احشان بونينا، غابت بطف الغابرية ذيك البدو، ومصيبة حسين الذي هدت أركاني، بس ما وقع عن مهر الهضم والضيم جاني. شفت مولاي بعيني شفت يحزن، وحسين بعيني شفت يحزن احربن الزواني، حزة وكريمة وخيلهم غارت يم الاخدود. إلا وذيج اللي نشت بظلال ابوها عقب الخدر والصان، مسبية على كون تكسر الخاطر، عمتي يوم ادخلوها
المجلس وهي متحيرة بيتان أخوها سبها وتهكمها الرجل شراب لخمه وعظام علينا من الكوفة دخلت الشام بها نفان ابن الخنا من دين الإسلام وعظام علينا من الكوفة دخلت الشام بها نفان ابن الخنا من دين الإسلام يقولوا لاحت لجابر التفاته جابر وهالنسوان اللي وياك من هم قال لجابر عم يا جابر هذه عمتي زينب هذه زينب المخدره هذه زينب المدلله الا وزينب تنادي يا ابن اخي خذ بيدي الى قبر اخيك الحسين يقول يوم اللي وصلت إلى قبر أبي عبد الله ماذا صنعت انكبت على القبر خلت تنادي يا يتامى ويا نساوي لو تراب القبر بدخل بانظر حسين ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين هيل وتراب القبر بدخل بانظر حسن بانظر تكفل لو بقى من غير تكفين بقعد معه ولا اردها الدنيا الدنيا اخذ بيدها الى قبر ابي عبد الله لفان من اليسر للغاضري والله لفان من اليسر للغاضري ضيوف عندك يا خويا بهالمسيه يا ابو السجاد عندي لك شجية ش عندك عم زينب لابونا يزيد بالديوان شتى ايه والله لابونا يزيد بالديوان شتى تقل اخويا لا ينكشف قبرك انا احب اللحد واتمدد بكترك وانت اللي تكفلني يا الحسين يا ابو علي صاحت لا تنام وسط اللحد لا تنام دقعت درجينا من الشام جيتك يا خويا ويا ليتام اقعد يا خويا انصب لنا خيام انا بنصب عزاكم سبعتي انها يلي بني رجال شلتي واطفال عندك معنا ساوي يا زينب متى ارخص عندك حسين ابو علي سيدي ما عندك زينب تقل لاخويا لو ان بيد الامر جان انا بنيت على قبرك بيت الاحزان انا وانعاك يا العين من الاعيان يا اخويا يا ابو علي صارت جلسة عند القبر الشريف اجتمعنا النساء كل واحدة اجت قعدت ويا زينب على قبر الحسين ثم قمنا الى قبر ابي الفاض اول ما وصلت الى قبر ابو فاضل اتقل لاخويا من اللي جبتني وبيدك يا ابو فاضل ركبتني خويا بس ما رحمتك
خويا بس ما رحت عني وعفتني خويا ترى صياد زجر ورمتني والله خويا ترى صياد زجر ورمتني فعلا كل وحدة قعدت عند قبر عزيزها بعد أن جلسنا عند قبر الحسين وقبر أبي الفضل العباس لكن ما أدري أكو وحدة هناك يقولوا ظلت يتيمة تتلفت يمينا شمالا وإذا بسكين على قبر الحسين الرباب على قبر الحسين زينب على قبر الحسين وقبر العباس ليلى على قبر الأكبر رملة على قبر القاسم كل وحدة اجت إلى قبر عزيزها إلا وإذا بحميدة التفتت عما شافتها زينب بنية من يراك تتلفتين يمينا شمالا اتقلها يا عم هاي الجتلني وزاد همي بيت الدعاء هذا يلي عندك حاجة في هالساعة وانت بجوار الحسين قالت هذا الجتلني وزاد همي قبر عمي حسين واخوتي ذلي بس قبر ابويا بعيد عني اي والله بس قبر ابويا بعيد عني باكر رايحين ترجعوا الى اهاليكم بالسلامه يا زوار ها كل واحد رايح يرجع إلى أهله يقول له إيش جايب إلنا من عند الحسين ها إيش جايبين إلنا يا زوار من عند الحسين لكن أسألكم زينب إذا رايحة ترجع إلى كربلاء إيش رايحة تأخذ لأهل المدينة إيش رايحة تأخذ للزهراء قالت خذوا وياكم هدية للنبي وأم البنين اخذوا وياكم هدية للسقط منها الجري الله يا الله اخذوا وياكم هدية للنبي وام البني اخذوا وياكم هدية للسقط منها الجري قولوا لها يا بتول حسين ما حد غسل قولوا لها يا بتول حسين ما حد غس واحنا جبنا لك هدية من دماء في كربة يا بتول تقبليها ونصبي لأولادك عزا ايه يا بتول تقبليها ونصب لأولادك عزة وحسينة يقل لي يا أبو صالح والله علامة راح الثار ما يظهر علامة وينشر لليتانونا علامة نسب بتون عمات معذرة سيدي يا فرج الله معذرة سيدي يا ابن الحسن والله علامة راعي الثار ما ينهار علامة وينشر لليتانونا علامة نسب متون عماته
علامه علامه من صياد زجر وجورة لمية. رايحين تدخل تودعوا الحسين، ها تودعوا الحسين، ودعوه. اسمع يا اللي قلت لي صاحب الزمان وينه، ودعوه كما جاء الإمام صاحب الزمان إلى قبر جده. أول ما يدخل وين يروح؟ أول ما يدخل الوين يتوجه؟ قالوا بعد الغريق يقصد بجيشه الكوفة، وبعد الغريق يقصد بجيشه الكوفة، ويجي يا مجده يطوف، ويطلع طفل جده الرضيع الذابحي، يطلع طفل جده الرضيع الذابحي، يمد على يدينا وتتزايد شجونا، ينادي شذنب هالطفل حتى يذبحون، ينادي شذنب هالطفل حتى يذبحونه، جف الثدايا ما ولا يرحمونه. الله يساعد يوم جاب أهل الخيام، وفرت رباب وعمته وفرت الأيتام، تنادي ولادي نذبح يا غيرة الإسلام، تنادي ولادي نذبح يا غيرة الإسلام، يا هلالا غائبا عن كل عين، وضياء ساطعا في الخافقين، قم وناديه يا لثا، قم وناديه يا لثا، يا هلالا يا هلالا غائبا عن كل عين، يا هلالا غائبا عن كل عين، وضياء ساطعا في الخافقين، قم ونادي يا لثا، اطلعوا خل الرواية من الشرى، اطلعوا خل الرواية من الشرى، من فوق الشرى، وصيح ضل عمي الزهر اشكس، وصيح ضل عمي الزهر اشكسر، منها بحقها وزاد احزانها، اويلاه يا كربله اويلاه.